فيديو النهارده يا شباب هيبقى للناس اللي نفسها تربي كلب ومعاهاش غير نسبه معينه من الفلوس، او في مثلا الرينج 500 جنيه لحد 1000 جنيه ومعهوش اكتر من كده مثلا، او امكانياته ما تسمحش ان هو يجيب سعر اغلى من كده، وفي نفس الوقت نفسه يربي كلب وهيموت على كلب. في ناس ياما كده، انا في بدايتي كان نفسي ومكسوف من اهلي برضو ان انا اطلب منهم حاجه زي كده. انت ممكن تبدا برضو بنتايه لو انت نفسك تجيب حاجه عاليه برضو في نفس الوقت، يعني ايه معكش فلوس، ممكن تجيب نتايه شعبي من 500 جنيه ل 1000 جنيه وتبدا بيها مشروعك عشان تجيب الحاجه الاعلى منها. ممكن بعد كده النتايه دي خليك تجيب حاجه ب 5000 جنيه 6000 جنيه في اقل من سنه لو انت جايبها كبيره مثلا او على وش جواز. فدي كلها طرق تخليك تجيب حاجات مستويات حلوه ومن غير ما تخسر جنيه من جيبك غير ال 500 جنيه وبترجع لك اكتر، تمام؟ فاحنا النهارده معانا مجموعه كلاب هعرضها لكم. انت ممكن مثلا تجيب ايه مثلا ب 500 جنيه لحد 1000 جنيه، نوع انواع ايه يعني وكده، تمام؟ فيلا خلينا نبدا باول كلب. واول كلب معانا هو كلب الجريفون. كلنا عارفين ان كلب الجريفون ده يعتبر من ارخص الكلاب اللي انت ممكن تشتريها، اللي هو كلب اللولو بالعاميه. ممكن لو نزلت سوق الجمعه تشتريه من 300 جنيه وفي ب 150 جنيه بس، وبيبقى كبير وكل حاجه، لحد 600 جنيه ودوت على حسب التقليب برضه. ولكن اللولو اغلبه بيبقى يعني شعر، عباره عن شعر وما بيطولش وكده، فسهل ان انت تشتريه، ممكن تجيبه من اي حته مش صعب يعني، وما بتدورش على التقليب فيه. وفي ناس اصلا كمان بتوزعه تبني وكده لان هو سعره مش غالي اصلا، 8 قطه والقطط كمان بتتوزع، تمام؟ فالجريفون وهحط لكم من الاسعار وصوره الكلاب اللي بالسعر ده من على اوليكس ومن البحث الثاني، تمام؟ ثاني كلب كلب بيتبول. تقليبه كويس جدا بالنسبه لسعره 1000 جنيه، في كلب زي دوت يسوى 2500 جنيه او 2000 جنيه اقل حاجه، فدي حاجه قويه جدا. كلب ب 1000 جنيه في ناس ممكن تستثمر فيها، لو انت بتعرف تبيع ممكن تجيب حاجه زي دي تجيبها عندك وتبيعها. ولكن انصحك يعني لو هتعمل حركه زي دي ممكن تبدا بجراوي تجيبها بسعر كويس وتبيعها انت برضه بتجيب فلوس كويس، تمام؟ ده بكر بيتبول بسعر خرافي جدا للناس اللي عايزاه، الرقم بيبقى موجود على الشاشه والصور برضه بتاعت الكلب. ممكن الكلب ما يكونش اتباع، ممكن يكون اتباع انت وحظك. فانا ده بعد بحث الصوره دي جايه من على الفيسبوك، ما قلتش لصاحب الصوره عشان اللي هيخش يتكلم ما يقولوش اليوتيوب، ما قلتش لصاحب الصوره ده ب 1000 جنيه بس. متخيل بيتبول بالتقليد ده ب 1000 جنيه، فانت لو معكش غير 1000 جنيه تقدر تجيب حاجه زي دي. والكلاب برضو اللي انت ممكن تجيبها ومشهوره جدا هنا في مصر كلاب الجيرمان. ايوه كلاب الجيرمان ومستوى كويس جدا. الجيرمان ممكن مستواه الكويس او المتوسط بيبدا من 1000 جنيه، مش الشعبي كمان، ده المتوسط. الشعبي ممكن تجيبه ب 500 جنيه وارقام غريبه كده. عندنا هنا مجموعه جراوي معروضه لواحد ب 1000 جنيه بس، فسعر خرافي جدا. انا لو بحب الجيرمان عن نفسي هروح اجيب لي جرو منهم. لو هما اللي معروضين في الصور دول سعر الكلب 1000 جنيه سعر خرافي جدا، مش موجود قد كده. وفي كمان في السوق الجمعه ما بيبقاش الاسعار دي، كمان ما بتبقاش قد كده برضه، بتلاقي الكلب من دول في سوق الجمعه ب 1200، فان هو يعرضه على النت 1000 جنيه حاجه قويه جدا. انصح اي حد يشوف الفيديو يروح يشتري من عند الراجل ده لو انت نفسك في كلب جيرمان في حدود ال 1000 جنيه. نتكلم عن كلب روتوايلر. كلب روتوايلر معروض ب 1000 جنيه بس، ولكن كلب تقليبه شعبي قوي الصراحه، لان الروت فعلا معروف ان هو بيبدا من 2000 ونص وانت طالع، ودوت الشعبي يعني حتى الشعبي بيبقى ب 1500 جنيه وب 2000 جنيه، فان ده يبقى شعبي ب 1000 جنيه كويس جدا، لان انت عايز لو عايز تشتري حاجه كويسه يعني سهله ان انت تقدر تشتريها وتديك تقليب برضه كويس على حسب فلوسك يعني. طبعا كل ما زودت فلوسك كل ما مسكت حاجه اعظم، وزي ما قلنا النتايه هي اللي ممكن تجيب لك الحاجات العظيمه دي، تمام؟ تبدا بالصفر وتجيب الحاجات العظيمه اللي احنا بنقول عليها. جراوي بيتبول بسعر حلو حلو قوي ب 1000 جنيه، حلوه تقلبها كويس كمان، يعني اللي انا شايفه عين زرقاء ولون كويس، ف ويعني شكل الجمجمه وشكل الهيكل بتاعه كويس. برضه هيرجع للاب والام، هنرجع للاب والام قبل ما نشتري، ولكن انا شايف ان الجرو كويس جدا، وواضح ان صوره امه ورا، يعني لو في فوكس في الكاميرا الام باينه ورا، فالام تقريبا كويس. تبدا برضه من 1000 ونص في الحدود دي، فالجرو ده يعمل له 1000 ونص المفروض، صاحبه بيبيعه ب 1000 جنيه بس، تقدر تشتريه وتقدر تتواصل مع صاحبه، الرقم موجود وتقدر تتواصل مع صاحبه. كلب بيتبول
تقليب كويس يعني بالنسبة لسعره، تقليب كويس جدا ب 1000 جنيه برضو، حاجة كويسة وأكيد قابل للتفاوض. أي حد بيطلب سعر أنت ممكن تتفاصل معاه، ممكن يخلص على 800 جنيه، كلب زي ده تشيله ب 800 جنيه، حاجة عظمة قوي. طبعا هتتأكد برضو من الكلب بيخلف ما بيخلفش، الجواز قبل كده، عمره كده، برضو ده كله بيدي برضو سعر للكلب. لو الكلب كبير ولا لأ، ممكن يبقى عمره 3 سنين مثلا، ده بيبقى سعره ميت قوي. حتى لو الكلب تقلبه كويس لازم تنزل من سعره التلت حتى، يعني لان حتى لو انت عارف ان الكلب ده مستواه حلو بس 3 سنين كبير. بما انك انت ممكن تجيب كلب مثلا بسعره عنده سنة ونص بيبدا يتجوز لسه بصحته وهيتجوز معاك لفترة اطول، تمام؟ فده كلب بيت بول كويس جدا. واخر حاجة كلب جولدن، والجولدن ده انت اسهل حاجة ممكن تجيبها واحلى حاجة ممكن تجيبها بالاسعار اللي هي من 500 جنيه لحد 1000 جنيه. الجولدن انت ممكن تنزل سوق الجمعة تجيب حاجة ب 500 جنيه، تمام؟ ممكن تجيب حاجة كبيرة برضو ب 500 جنيه وب 700 جنيه وب 600 جنيه، والصراحة ده ب 800 جنيه، تمام؟ بس في حاجات فرنج اقل وده ممكن يخلص برضو على 600 جنيه اكيد، يعني صاحبه لو قلت له كده مش هيأثر معاك ان شاء الله، راح حاول تفاصل معاه يعني. والكلب الجولدن اكتر كلب انا انصحك تبدا بيه لو هتبدا بتجاره او عايز مكسب، الكلب الجولدن احلى كلب ممكن تبدا بيه. انت ممكن لو جبت كلب جولدن من ابو 800 جنيه ده او نتايه منهم 700 جنيه وجبت ذكر ونتايه هيكلفوك مثلا 1300 جنيه الاثنين مثلا، وقول ان انت جوزتها خلال السنه مثلا هتجيب لك 8 جراوي 7 جراوي في السنة، في السنة هتجيب لك 14 جارو مثلا لو ولدت مرتين في السنة عندك، حوالي مثلا لو تاجر، لو انت بتبيع لتاجر هياخد منك الواحد ب 500 جنيه، حسبها انت بقى، يعني ممكن يطلع لك في السنة 6000 جنيه من ورا كلبة انت بتأكلها مثلا في السنة كلها ما يكملش 1000 جنيه، فدي حاجة عظيمة وعلى فكرة. وممكن تجيب كلب كويس يعني بعد بالفلوس دي ممكن تجيب كلب كويس لو انت مش محتاجها، تمام؟ تجيب حاجة تقلبها كويس جدا وتخلي برضه الجولدن عندك، انا اكيد مش هتنكر له الجميل اللي هو عامله ليك. بس يا شباب لو عايزين فيديوهات من دي كتير اللي انا اوريكم كلاب كلاب كويسة تقليب كويس ونحطها في فيديوهات، او نشتغل يعني نعرض فيديوهات ناس عايزة تبيع كلابها، لو عايزين من الفيديوهات دي انا ما عنديش مشكلة، ممكن اعمل جروب والناس اللي على القناة عندي تبعت لي صور للكلاب اللي عايزة تبيعها ونعرضوها على القناة، تمام؟ مفيش اي مشاكل. ما تنسوش بس تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة. معاكم اخوكم تيركس، وعارف ان انا قصرت معاكم الفترة اللي فاتت الفيديوهات قلت، بس انا في ثالثة ثانوي ولازم تعذروني. سلام.